الخير عليكم جميعا، واني سعيد اليوم موجود في مهرجان سوس السينمائي للسنه الثانيه اكون موجود في هذا المهرجان. بصراحه هو واحد من اهم المهرجانات المغربيه اللي انا شاركت بها. قبل عام اخذت احسن فيلم روائي تصويت الجمهور، وهذا انا حسب رايي الجمهور هو اهم شيء، رايه لا يعلى عليه نهائيا. فاني سعيد شنت العام الفات كان عندي فيلم في هذا المهرجان اسمه باك تو فيكتوريا، وان شاء الله هذا السنه عندي فيلم اسمه بيهاند ذا ميرور، ان شاء الله يكون ايضا فيلم مميز بين الافلام اللي مشاركه بالمهرجان. الافتتاح جميل واني دا اقضي اوقات جميله جدا في هذا المهرجان. وأهدي إلى الشعب العراقي اللي عانى فعلاً يعني يستحق أكبر تكريم. العام اللي فات فجت بجائزة الجمهور على فيلمي العودة إلى فيكتوريا، وهذه السنة فجت بجائزة لجنة التحكيم في فيلمي Behind the Mirror. أنا سعيد جداً في هذه الجائزة وسعيد جداً وكرم في هذا المهرجان بهذه الطريقة الرائعة. الجمهور كان جميل جدا وكان فعال معايا. أشكر إدارة المهرجان، أشكر لجنة التحكيم، أشكر الشعب المغربي الجميل. أهدي هذا إلى الشعب المغربي وأهدي إلى الشعب العراقي اللي عانى، أتمنى يعيش حياة سعيدة ويخلص من هذه الأزمات اللي يعاني منها. أنا كنت متردد أجي إلى هذا المهرجان في هذا أشارك في هذا الفيلم لأنه شوية جريء وبين نوع من الجرأة، بس الظاهر المهرجانات المغربية واصلة مرحلة جيدة جدا اللي تتقبل هيك أفكار وتتقبل هيك معالجة. أناقش موضوع مهم جدا هو موضوع عذرية المرأة الشرقية في مجتمع ظالم وقاسي، فاني اوقف مع المرأة قلبا وقالبا.